السلام عليكم، ازيك يا باشمهندس محمد؟ ازي حضرتك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صعب. الله يكرمك. عايز اتعرف على حضرتك كده في الاول. اسمي محمد ماجد، مهندس مدني، شغال في إدارة المشروعات، سينيور بروجكت كنترول انجينير. اشتغلت في البلاننج والبروكيورمنت والكليم اناليسيز، واشتغلت في مجموعة دول يعني في مصر والإمارات والسعودية. على صفحة بروكلينر عملنا نشاط، ده النشاط من 2013. تمام، الله يكرمك. وايه الشهادات اللي حضرتك واخدها؟ Certified PMP و Associate في Chartered Principal Arbitrators في التحكيم، وبعض ال Certificates التانية في الكونتراكت من ساوثامبتون في إنجلترا، وشهادة برضه في الكونتراكت لو من هارفارد. يعني بعض الشهادات في ما بين المانجمنت والكونتراكت. تمام، هو ايه اللي جذب حضرتك لإدارة المشروعات وخليك مهتم قوي بيه ومركز عليه؟ مجال الحقيقة يعني سبب مهم في نجاح المشاريع، ومجال برضه مش واخد اهتمام قوي يعني في الدراسة وكده. فالواحد حاول يساعد الناس، يعني اننا نساعد بعض بحيث انه نقدر نتعلم الحاجات اللي احنا ما اتعلمناهاش في الجامعة، ونقدر نساعد اننا نقدر نطبق ده بأفضل الأساليب والبيست براكتس طالما ما بنقدرش نوصل لها أو ما اتعلمناهاش في الكلية. وبيفرق جامد جدا بقى في حياة المشروع. يعني المشروع اللي بتعمل له مانجمنت كويس بيفرق في نجاحه وفي رؤية الناس للوضع بتاع المشروع، ماشية وهي شايفة ايه اللي بيحصل واحنا رايحين فين، والمشروع هيكسب ولا هيخسر، هيخلص في وقته ولا لا، طب ايه المشاكل اللي اسبابها ايه، طب نحلها ازاي. فمفيد جدا في حاجات كتير للمشاريع. بس ما تدرسش في الجامعة، يعني حتى الآن ما فيش جامعة بتدرسه؟ ايوه الجامعات بتدرس ولكن مش باهتمام كبير، وبدات الفتره الاخيره اعتقد ان بعض الاقسام اللي طلعت اللي هي زي الكونستراكشن مانجمنت والحاجات دي بقت بس مركزه على المانجمنت. تمام. دي بعض الاقسام اللي طلعت ورا الجامعات. طيب وحضرتك بدأت إزاي؟ إيه البداية في إدارة المشروعات؟ بداية حضرتك أنت شخصيا؟ والله انا بدات من بعد ما اتخرجت بشويه، كانوا عايزين في مشروع من المشاريع اللي كنا شغالين فيها، عايزين برنامج زمني وعايزين يطبقوا بعض الحاجات. فبدأت أتعلم وأدخل في المجال ده. تمام. طيب دي كانت البداية يعني. وبعدين اتنقلت لشركة، كنت شغال بقى في القسم ده، كنت مسؤول عن مشاريع في محافظة من المحافظات، مسؤول عن كل المشاريع اللي كانت فيها مع الشركة، كانوا حوالي 11 مشروع تقريبا. بنتابع بقى البرامج بتاعتهم وبنعمل لها ريبورتنج وكده. طيب انا عندي سؤال لحضرتك لسه جاي لي حالا. السؤال كنت ده تخصصت في المجال. سؤال لسه جاي لي حالا، وهو هل لازم مدير المشروع يكون على دراية بكل الحاجات، يعني يكون بيعرف في التصميم وبيعرف في التنفيذ وبيعرف في الحسابات وبيعرف في البروكيورمنت وبيعرف في المكتب الفني وبيعرف، هل لازم لا ولا طبعا، يعني اتفضل. مش وان مان شو. يعني هو لازم مدير المشروع بيبقى عارف عن الحاجات دي عشان يقدر يشغل التيم اللي معاه ويستفيد منه، ولكن كل واحد بيبقى متخصص في مجال، وده اللي بتعمله بنسبه كبيره للبي بي، ان هي بتفتح للناس معرفه في المجالات دي، بتفتح للناس ان هو يعرف عن كل حاجه من الحاجات دي. يعني هي عامله نولج ارياز 10 نولج ارياز، فموضوع ضخم جدا، ولكن هي ما بتخليش الواحد ان هو بقى ممتاز في مجال منهم او ممتاز فيهم كلهم، ولكن بتديله فكره عن الموضوع وبتعرفه بيهم بحيث ان هو يقدر يدير الناس اللي شغالين في التخصصات دي. تمام، يعني البي ام بي فادتك شخصيا؟ مفيد بصراحه، لان هي كمان يعني زي ما بقول ناس كتير سالوا لي ايه الافاده اللي فيها، يعني هنستفيد ايه لما اتعلمها واحنا مش الاماكن بتاعتنا ما بتطبقش مثلا الطريقه بتاعتنا. هي بتفيد كتير في ترتيب طريقه التفكير، بتفيد في التعرف على المشاكل وحلها، والمشكله دي بتاثر على ايه؟ بتاثر على انهي ايريا، بتاثر على السكوب، على التايم، على الكوست، طب نحلها بانهي طريقه وازاي؟ بتساعد الحقيقه كتير في انها تفتح افكار للحاجات دي. طبعا الخبره العمليه جزء كبير، ان هو بيكمل مع الموضوع. يعني الموضوع ما بيبقاش ان اي حد درس بي بي هيبقى شاطر بقى في المانجمنت ويقدر يعمل كل حاجه، مش هي بس المانجمنت، هي بتفتح مجالات كتير للدراسه وبتفتح مجالات كتير للتطبيق. تمام.
حضرتك عامل حاجة مشكورة جميلة جدا، اللي هي المؤتمر السنوي للتخطيط وإدارة المشروعات. الثلاث سنين اللي فاتوا كان عبارة عن إيه؟ الحمد لله احنا بعد ما بدانا النشاط بتاع بروف بلانر، هو كانت بدايته انا واحد زميلي اسمه محمود اسماعيل، بدانا في اسئله عن التخطيط وكده والبلاننج، وبعدين بعد ما جمعنا مجموعه من الاسئله قلنا ننشرها، وبدانا النشاط ده على الانترنت، بدانا نجمع الناس اللي شغالين في البلاننج وكده، ومعاهم بدا برضو الناس المهتمه بالمانجمنت. فبعد سنه بدانا المؤتمر السنوي الاول في 2014، كانت الفكره ان احنا نتقابل لايف بقى فيس تو فيس. في 2014 في الجامعة الأمريكية عملنا المؤتمر السنة الأول، في 2015 برضه في الجامعة الأمريكية، رغم أنا كنت سافرت ولكن نزلت مخصوص مصر أحضر المؤتمر. إنما في 2016 كان في صعوبة بقى إن أنا أنزل تاني ونعمل الكلام ده، فرجعنا تاني بقى في 2017 من ورا الشاشات برضه، ونرجع تاني أونلاين على الإنترنت، وإن شاء الله نعمل المؤتمر السنة الرابع بمشاركة كبيرة ويبقى مؤتمر كبير وجميل إن شاء الله. ان شاء الله. طب الثلاث سنين اللي فاتوا مين ابرز الناس اللي جم حضروا، الناس اللي جم قالكوا كلمة فيها؟ هو كل الناس اللي جم بارزين، يعني ما اقدرش اخص حد بالذكر، يعني انا بشكر كل المحاضرين اللي اشتركوا معانا وكل الناس اللي ساعدوا في الترتيب وان الموضوع يقوم، والرعاية اللي كانوا موجودين ما بين جمعية ما واكسبرت وكل التيمز اللي كانوا موجودين منهم والمتطوعين اللي ساعدونا والناس اللي جم حضروا والناس اللي نشروا الحاجات دي وساعدوا ان هي توصل لاستفادة اكبر. انما ما والتيم اللي شغال معانا دلوقتي الحمد لله برضه عامل مجهود كبير، ربنا ييسر ويتم الاتفاق على خير. تمام. طب خلاص، المؤتمر الجاي بقى، المؤتمر اللي جاي مين أبرز الناس اللي مشاركين فيه؟ المؤتمر اللي جاي احنا الحمد لله لحد دلوقتي في حوالي 35 محاضر أبدوا موافقة إن هم هيشتركوا معانا وبدأوا يجهزوا المحاضرات بتاعتهم. يمكن في لحد دلوقتي وصلنا تقريبا 12 محاضرة، خلاص المحاضرين جهزوا الماتيريال بتاعتهم وجاهزة على التمبلت بتاعة المؤتمر، فاحنا عندنا 12 محاضر جاهزين من دلوقتي الحمد لله، وفي يمكن 4 أو 5 محاضرين تانيين كانوا اتأخروا شوية في الرد، ممكن برضه يلحقونا. في 2 محاضرين أو 3 ممكن يعني احتمال يعتذروا، فالقائمة اللي اتنشرت بتاعت 35 دي مش نهائية، إنما إن شاء الله يعني أي يتم التحديث عليها باستمرار على الموقع بتاع ppmconference.net. تمام. بس حضرتك ما قلتش أسامي لغاية دلوقتي. أنت برضه أنا حاضر لا يعني أبرز الناس المشاركين. زي ما اقول لك هو حضرتك اللي هم بارزين الحمد لله، يعني احنا معانا يعني عدد كبير، ويعني لو احب اقول اسامي هقولهم كلهم يعني، ماشي ماشي قول. فصعب ان انا في 35 قريب هننشر، قريب احنا نشرنا صور بس لحد دلوقتي، ان شاء الله هننشر قريب اسماء المحاضرين، عناوين المحاضرات اللي هم قالوها، كل محاضر الحمد لله بعت هنا عنوان والتعريف بكل محاضر، تعريف دي بحيث الناس تبقى عارفه، مش بس هننشر الاسم، هننشر ان شاء الله كمان التعريف دي، وان كان معظمهم يعني اعلام غنيين عن التعريف. ان شاء الله كل محاضره هتبقى قد ايه؟ عباره عن الوقت التحدي ايه؟ المحاضره هتبقى من رينج من 50 دقيقه لساعه تقريبا. تمام باذن ان الله. شاء الله. ان شاء الله ربنا يوفقكم، ان شاء الله تبقى كويسه. الله يكرمك. الله صورة يكرمك. المحاضرات برضو، لأن في ناس كتير بتسألني شكل الحضور هيبقى إزاي، المحاضرات إن شاء الله هتبقى على الموقع PBM Conference، هيتفتح فيه قاعات افتراضية، هيبقى كل قاعة فيها محاضرة، والقاعة نفسها هيبقى نازل فيها الفيديو بتاع المحاضرة، فيها تعريف المحاضر، صورة المحاضر، المادة بتاعة المحاضرة اللي موجودة، وفيها بوكس كده لو عايز حد يبعت أسئلة للمحاضر. فدي هتبقى الكوبونز بتاعت كل قاعه، وهيبقى في قاعات محاضرات، وكل محاضره هتتنشر في ميعادها ان شاء الله، هيبقى عليها هيبقى في جدول هيتعلن عنه عن مواعيد المحاضرات. احنا مبدئيا هنشتغل ان شاء الله يوم 15 سبتمبر و16 و17، ولكن لو زاد فعلا عدد المحاضرات زي ما هو حاصل دلوقتي ممكن نمد شويه اسبوع، يبقى اسبوع المؤتمر، ونشوف هيوصل لعدد ايام قد ايه، بحيث ان ما يبقاش
في عدد كبير محاضرات في اليوم الناس تقدر تحضر، ونمده على اكتر من يوم ان شاء الله. ما شاء الله، هي فكرة كويسة، وإن شاء الله يعني نلاقيها كل سنة، ونلاقيها في مجالات أخرى غير إدارة المشروعات. يعني أتمنى الفكرة تنتشر إن شاء الله. يا رب يا صاحبي. يا رب إن شاء الله. أظن التكنولوجيا دخلت في موضوع إنها سهلت موضوع إن الناس كلها تسافر عشان تحضر في مصر أو تحضر في الجامعة الأمريكية، بقى الموضوع أسهل كتير من خلال التواصل من خلال الإنترنت. صحيح، احنا كان معانا السنين اللي فاتت يعني حتى من جوه مصر نفسها كان في ناس بتشتكي من مكان الجامعه الامريكيه. في ناس كانت بتيجي من الصعيد، ناس بتيجي من اسكندريه، وكان جاي اللي معانا حضر معانا ناس جايه من السودان، من سوريا، وناس نازله اجازات من الخليج او من اوروبا او كده. فالحقيقه اللي في توجه عام دلوقتي بقى في كتير بعد الكورسز اللي موجوده اونلاين والموك اللي بقى موجود والفيرتشوال ايفنتس بقت كمان موجوده كتير. فاحنا حاولنا نبدا ان احنا نعمل يعني اول ايفنت عربي يبقى كبير، وده زي ما قلنا احنا رجعنا من ورا الشاشات تاني، ولكن الحمد لله قدرنا يبقى معانا محاضرين من حول العالم، محاضرين من اماكن كتير، من امريكا، من كندا، من كل الدول العربيه او من اكثر من دوله عربيه يعني معانا محاضرين. والحضور برضه نفس الكلام يعني الحمد لله، برضه دلوقتي بيدخل على الموقع وسجل على الموقع ناس من كل الدول العربية، ناس دخلت على الموقع، ومن برضو أوروبا ومن أمريكا ومن كندا. ففي ميزة في إنه في محاضرين وفي الحضور كمان، فيبقى الموضوع وإن كان مش هنتقابل فيس تو فيس ومش هنقدر نسلم على بعض، وإن كنت أتمنى إن أنا أقابل الناس دي كلها اللي بتحضر والمحاضرين كلهم وأسلم عليهم وأشكرهم يعني. فأتشرف بيه. الله يكرمك يا باشمهندس. إن شاء الله. حضرتك ذكرت كلمة كده في أثناء الكلام اللي هي الموك، ودي يعني تكنولوجيا هتغير مستقبل التعليم في العالم كله. عبارة عن ايه الموج ديت؟ هو الحقيقه دلوقتي بدات الاونلاين كورسز، وبدا كمان اللي هو يعني مش بس كورس، لا كمان بدات يبقى في ديجريز كمان اونلاين، يعني ديجريز من الاندر جرادويت والبوست جرادويت، يعني ياخد باتشلر ديجري او ياخد ماستر او بي اتش دي ياخدها اونلاين. فالحاجات دي بقت موجوده في مستوى العالم. ممتاز ممتاز، بدل ما الواحد يسافر ممكن من خلال الاونلاين. بس هل ليها نفس التأثير؟ يعني لو واحد خد مثلا ماجستير من بريطانيا اونلاين، هل هو نفس التأثير لو سافر وخد الماستر من بريطانيا؟ هم بيعترفوا بيها بنفس الشهاده، يعني بيدي السيرتيفيكت نفس السيرتيفيكت اللي بيطلعها اللي راح حضر في الكامبوس هنا. تمام. طيب بعد اذنك كده عندي سؤال، ازاي الواحد يبقى بلانر محترف؟ والله احنا جمعنا الاول ايوه الاسئله دي كانت بدايه النشاط يعني. حتى لما جيت من يومين كده زعت لايف، زعت برضو من الصفحه بتاعه بروبلر، ما زعتش من الاكونت بتاعي لاني كنت بعتز بيها ان هي كانت بدايه النشاط، وكان بدايه النشاط بال 50 سؤال دول. فهم ال 50 سؤال دول حاولنا نجمع فيهم وتعمل منهم اربعه فيرجن، ده اخر ريفيجن 4 اخر كان اصدار منهم، بيجمع المواضيع الاساسيه زي ما احنا بنقول كده، اللي هو ايه كل واحد عايز يتعرف على البلاننج يبحث في المواضيع دي، يقدر يتعرف على المواضيع دي ويبحث فيها ويتعمق فيها، يبقى عارف هو ايه الحاجات اللي عايز يعرفها ويتعرف عليها. تمام. طب البلانر دوره ايه في بدايه المشروع او الكيك اوف ميتنج؟ هو في بدايه المشروع عاده بيتعمل طريقه التنفيذ. ايوه تمام. زي ما بنسميه بقى المانجمنت تيم، بيحدد احنا هننفذ المشروع ازاي، ويبتدي يتحدد طريقه التنفيذ، وطريقه التنفيذ دي بتبتدي تتحط بقى على تعمل لها برنامج زمني، تتحط معاها المده، ويتحمل عليها بقى الريسورسز والكوست وكده، وبالتالي نشوف ايه الريسورسز اللي احنا محتاجين نوفرها. طب هل هنقدر الشركه هتقدر توفر الريسورسز دي كلها ولا لا؟ طب هل البادجت اصلا كمان ككوست موجوده عند الكلاينت هيقدر يدفعها ولا لا؟ طيب لو ما قدرش يوفر الكلام ده ايه اللي هيعمله؟ ايه اللي يعمله ميك وايه اللي يعمله باي؟ وبيضطر ان هو يحتاج اوت سورسنج من بره، يجيب حاجات، يجيب سب كونتراكتنج او كده يساعده معاه، ويبتدي يدرس الحاجات دي وتدرس طريقه التركيز دي علشان تساعد ان احنا نبقى ماشيين برؤيه، احنا شايفين ان احنا هننفذ المشروع ازاي وهنوصل لاخره، ايه هي الطريقه اللي هنوصل ليها. وطول ما احنا ماشيين بنبتدي نتابع ونحدث في البرنامج. تمام. طب وايه اهم الكتب اللي حضرتك من خلال الممارسه العمليه حسيت ان هي فادتك، بالاضافه للكتاب طبعا بتاع حضرتك اللي هو كيف تكون بلانر محترف؟
في الحقيقه احنا نشرنا برضو مجموعه بيبرز وكتب كتير على الصفحه بتاعه بروف بلانر، منهم منهم يعني لو حبينا نذكر من الكتب المميزه كتاب دكتور ابراهيم عبد الرشيد، برضو من الناس المميزه وشارك معانا في المؤتمر اللي كده، وكتاب دكتور صالح مبارك برضو هو يشارك معانا ان شاء الله في المؤتمر السنه دي، عامل برضو كتاب جميل على الموضوع. تمام تمام وإيه هي أهم البرامج اللي ممكن الواحد يستعين بها كبلانر؟ طبعا اهم برنامج هو البريماتيرا، وهو مش هو كتول بس، انما مش هو بس كل البلانج، يعني الناس بتتخيل دايما انه ايه بلانج يعني اتعلم بريماتيرا، كونتراكت يعني اروح اتعلم فيلم، لا هو الموضوع مش كده، هو كل حاجه منهم جزء، انما انت محتاج تتعلم مانجمنت وتتعلم بلانج وتعرف التول بتاعته برضه كمان انها مهمه، وتعرف البريماتيرا، ونفس الكلام بالنسبه للكونتراكت. فالبريماتيرا يعتبر من اهم البرامج والسوفت ويرز اللي موجوده، طبعا مع ان هو يبقى يقدر بيحتاج شويه انه يعمل مثلا ريبورتنج بالاكسل، او ان هو يتعلم يعمل برزنتيشن مثلا بالباوربوينت او البرامج. طيب بالنسبة للبيم، هل هو أفادك كمدير مشروع ولا صيحة أو موضة وخلاص؟ هو البيم تكنولوجيا جديده ومفيده جدا في حاجات كتير، ان هو بيعمل الكونفليكت مانجمنت، ففي كونفليكت ما بين التريدز المختلفه، ما بين كان دايما بيبقى عندنا مهندس شغال كوردينيشن قاعد هو يجيب اللوحات المختلفه لكل حاجه، المعماري مع الانشائي مع الالكتروميكانيكال، ويقعد يعمل الريفلكتد سيلينج ويركب عليه الحاجات والحاجات ويقارن الكلام ده، وايه الكونفليكت، العمود طلع في شباك، مش عارف السكيف طلع نازل تحت الفول سيلينج، هو بيفيد جدا في ان هو يعمل الكلام ده. الحقيقه انا ما لحد دلوقتي ما شفتوش برضو انتشر، يعني ما قابلتش مشاريع كتير شغاله بيه، ولكن هو لو بقى موجود هيساعد جدا في حلول المشاكل دي من الاول، وغير ان هو بقى بالاضافه ليه ممكن يضاف له ال 4 دي سكادرنج، بقى يبقى هو في اكتر من دايمنشن، في 4 و5 و6، فلو اضاف له سكادرنج كمان هيبتدي يبقى انت شايف كمان، تعمل فيجواليز كده تبقى شايف البرنامج بتاعك 3 دي. لو يعني تقسيم للجدول بتاع البروموفيرا. بالظبط. تمام. طيب سلسلة التوريد أو السبلاي تشين، إيه أهم الحاجات النصائح حضرتك ومن خلال خبرة حضرتك، لأن بتحصل مشاكل كتيرة في الموضوع دوت في سلسلة التوريد؟ هو السبلاي تشين مجال كبير، يعني سبلاي تشين مانجمنت وفيلد مش بس موجود في المشروعات، ولكنه كمان موجود في الحاجات الأوبريشن بصورة كبيرة، زي سلاسل المحلات والكلام ده اللي هي موجود فيها فروع كتير وكده. ولكن من الحاجات اللي هو تفيد قوي كمان بالنسبه للكونستراكشن وللمشاريع وكده، موضوع الانفنتوري، ازاي التعامل مع الانفنتوري ومع المخازن، وان الماتيريالز نفسها يبقى بيتعمل عليها كنترول ازاي. وربنا لسه يبقى معانا محاضرين برضه يتكلموا في الموضوع ده، احنا كان معانا محاضر في 2015 اتكلم عن السبلاي تشين، وبتمنى يبقى معانا برضه ان شاء الله موجود السنه دي ان شاء الله. بإذن الله إن شاء الله، أنا متشوق إن أنا أتابع المؤتمر ده بإذن الله. طيب إن شاء الله بإذن الله. طيب تشرفنا ونتشرف برضه بحضرتك معانا إن شاء الله. الله يكرمك يا شمس، الله يكرمك يا أستاذ. طيب بيحصل كتير أثناء المشروع إن بيتغير السكوب بتاع المشروع، أو بيتغير الحاجة المطلوبة أثناء المشروع، طب الواحد يعمل إيه ساعتها؟ أو الواحد المفروض كان يعمل إيه من الأول خالص؟ هو تغيير السكوب ده مش دايما حاجة وحشة. يعني وجود تشينجز مش دايما حاجة وحشة. برضه احنا معانا محاضرة تبقى موجودة على التشينج مانجمنت. تمام. بدأت تفكرني ببعض عناوين المحاضرات اهو. فوجود تشينجز مش دايما حاجة وحشة. أنا كنت عملت محاضرة قبل كده برضه عن سكوب كريب. الكيسز بتاعت السكوب كريب، ازاي ان السكوب بيتغير وايه هي الحلول بتاعته ومشاكله وكده. فالتعامل مع التغيير ان هو احيانا التغيير بيتعمل ممكن بيحل مشكلة، ممكن بيوصلنا لحاجه افضل، ممكن بيطور حاجه، بيغير تكلفه، بيحسن، من مش دايما ان هو اسوء، ممكن يحسن من المشروع.
ولكن للاسف بقى بيبقى في احيانا في حالات تانية ان هو الملك ما عندوش رؤيه خالص، فيبتدي يغير تغييرات واسعه جدا تاثر على ان المشروع يتنفذ او على انه ينجح او على انه يحصل له تشغيل بعد كده، او يحصل ان هو ينفذ مش عايز يشغله او ما يقدرش يشغله لانه بقى عايز حاجه تانية خالص هو كان تصوره من الاول مختلف. فكل الحاجات دي بتحتاج دراسه وتعديل، ويمكن الطريقه بتاعت الاجل مانجمنت اللي هو القياده الاداره الرشيقه زي ما بيسموها بالعربي فيها بقى ان هو بيتبنى التشينجز دي، ولكن هي مش ابليكابل قوي على الكونستراكشن، ولكن ممكن نستفيد منها في حاجات كتير في انه ازاي يبقى نتعامل مع التشينجز ونستفيد منها بقدر. ايوه، انا عايز حضرتك تكلمنا عن الاداره الرشيقه كده بكلمات سريعه لانها مهمه جدا. هو يعني هي فكرتها ان هو التشينجز ان هي بتتبنى فكره التشينجز، ان انا لو البرودكت عندي في الاخر مش واضح شكله عامل ازاي وان هو انا مش واضح عندي بالظبط انا هوصل ليه، فببتدي احط زي فيجن كده، ما يبقاش عندي سكوب بقى كامل وتفصيلي، بحط فيجن وطول ما انا ماشي ببتدي اعمل مع كل سايكل كده ابتدي اطور في ايه؟ في السكوب لحد ما اوصل لافضل حاجه في الاخر في البرودكت اللي عايز اوصل. تمام. طيب دلوقتي لو واحد عنده خبره بسيطه او خبره كويسه جدا في مشروع بسيط، في مشاريع صغيره مثلا عمل كذا مشروع فيلا وحاجه كده، لما اتنين بقى المشروع كبير، ايه المطلوب منه او ايه الصح؟ او يعني في ناس كتير بتتفاجئ بكده ان هو ادار مشاريع صغيره في مصر، لما راح الخليج لقى المشروع ضخم جدا، فنصيحه حضرتك ايه؟ والله هو الفكره في المشاريع الكبيره انه بيبقى بتبقى الحاجه مكرره كتير، فالغلطه ممكن تبقى لها تاثير كبير، فبتحتاج دراسه اكتر من الاول. انه برضو التخصصات بتبقى اكتر، انه بدل ما يبقى مهندس شغال بيعمل جوب كبيره جدا، لا بيعمل جوب اصغر بكتير وبتتوزع على اكتر من مهندس، وان التيم هيبقى اكبر. فهي مش بالتالي هي مش مشكله، يعني انت بتتكلم مثلا على مشروع مبنى او فيلا ممكن يبقى صغير، ممكن تلاقي نفس المشروع ولكنه انا اشتغلنا في مشاريع 600 فيلا 2000 فيلا، فبيبقى المشروع هو نفسه ولكن مكرر كتير. فلو يبقى عنده خبره في فيلا واحده منهم بيبقى يقدر شويه ان هو يستفيد من ده على العدد الكبير، ولكن العدد الكبير بيبقى له حاجات ثانيه بقى، التركيز على شكل الريسورسز، على اللوجيستكس، الحركه داخل المشروع، سواء حركه المواعيد، حركه المعدات، حركه التنفيذ السيكونس نفسه، فالحاجات دي كلها بتفرق ما يبقى المشروع كبير. وكمان بقى الحاجات اللي بيبقى فيها تكرار واوفر لابنج والمشاريع التطبيقيه وهيتنفذ ازاي في مناطق ويكمل منين والتوريد والكلام ده، فكل دي بتحتاج بقى ايه؟ دراسه. تمام. طيب انا لاحظت حاجه ان في مشاريع كتيره جدا ما بتكملش، يعني بعد ما بتبدا وتصرف عليها كتير جدا بتقف، فايه المشاكل اللي بتحصل بتسبب حاجه زي كده؟ انا زي ما كنا بنتكلم دلوقتي ان هو عدم وضوح الملك، مش واضح عنده البرودكت شكله عامل ازاي ولا ايه اللي هو عايزه، فممكن بيعمل المشكله دي. واحيانا المشاريع ما بتكملش لان هو برضه مش شطاره انه يكمل المشروع ما يستفدش منه. تمام. فيبقى لو هو عمل له وقفه من الاول هو كملش المشروع يبقى افضل. عشان كده احنا حتى في المانجمنت بنقول دايما الكلوزنج، مش شرط الكلوزنج يبقى في اخر المشروع، يبقى المشروع خلص. انا ممكن اعمل كلوزنج بوست المشروع، انه خلاص دلوقتي المشروع مش هيقف، هو هيقف على هنا ويتعمل له كلوزنج. تمام. طيب حضرتك عايزينك تكلمنا عن الشهادات زي البي ام بي، البي ام اي، السي سي بي، يعني ايه ترتيبهم، ايه الاهم؟ هو الهيئات اللي موجوده في المانجمنت كتير، يعني منهم اللي هي البي ام اي البروجكت مانجمنت انستيتيوت، عامل مجموعه شهادات منها البي ام بي، وعامل تلسكاليك شهاده، وعامل شهاده في الاجل مانجمنت، وعامل شهاده في البيزنس، وعامل مجموعه شهادات والبروجكت مانجمنت والبروجرام مانجمنت والبورتفوليو مانجمنت، عامل مجموعه شهادات كبيره. ده كالبي ام اي. وهو الفكره مش ان هو مش شرط انه يطلع الافضل، ولكن هو بقى الاشهر دلوقتي وخصوصا في المنطقه عندنا. في غيره اللي هو الاي سي اي،
ودي ده متخصص شويه في الكوست، هو برضه امريكان ولكن متخصص شويه في الكوست، عامل شهاده كان عندنا دلوقتي اللي هي السي سي بي، وعامل برضه مجموعه شهادات ثانيه، عامل شهاده في اير فالي، عامل شهاده في الكونتراكت، عامل مجموعه شهادات ثانيه. في برضه في اوروبا الشهاده بتاعت بيلز 2، برضه مجموعه شهادات مختلفه في المانجمنت ولكنها مش مشهوره عندنا قوي. في الاي بي ام اي برضه اوروبي ولكن انتشاره عندنا قليل خالص. في هيئات كتير موجوده في المانجمنت، وفي الكونتراكت بقى كمان برضه في هيئات تانية. طيب لو احنا اتكلمنا على البي ام بي الفكره مش الشهاده مشهوره. اتفضل. الفكره مش الشهاده المشهوره، ان هو الواحد ياخد الشهاده المشهوره بس، ولكن الفكره ان هو ياخد النولج ويقدر يستفيد منها، تمام، يشوف ايه هي النولج اللي بالنسبه له اللي هو محتاجها ويستفيد منها. مش برضو زي ما بتتكلم كده هي موضه ناس راحه لشهادات معينه وبتاخدها وبس. طب انا اصلا مجال شغلي مختلف، فبالتالي ان انا اشوف انا مجال شغلي ايه واخد الشهاده اللي تفيدني في مجال شغلي، اللي انا هقدر اخد الجزء النولج دي والعلم ده واقدر استفيد منه تمام. طيب لو احنا اتكلمنا على البي ام بي بما ان هي الاشهر، ايه هي اهم المصادر ان الواحد ممكن يذاكر منها البي ام بي؟ والله ما شاء الله الزملاء عاملين نشاط كبير جدا على الانترنت دلوقتي على البي ام بي، والواحد يعني سعيد بالموضوع ده. كل يوم بيلاقي يعني اكتر من واحد خدوا الشهاده، ودي حاجه جميله، وهي بتسعدني مش بس في انهم خدوا الشهاده او بقى معاهم الدرجه، لا اللي اكتر من كده ان هي ان هو اللي خد الشهاده ده ذاكر واجتهد وامتحن وكده، فالموضوع بيشجعه بعد كده، بيشجعه بعد كده ان هو بينمي فكره المعرفه والاطلاع عند الناس، ما بقاش بس الموضوع ان هو بيشتغل في مجاله وبيطور نفسه من ناحيه التطبيق بس، لا بقى كمان بيدور على الجزء المعرفه، فدي فايده كبيره الحقيقه، والواحد سعيد بالموضوع ده. تمام، انا سعيد جدا ان هما بيتعاونوا مع بعض، وان في كذا واحد بعد ما خد الشهاده عمال لي يجاوب على الاسئله ويساعد الاخرين وكده، ده حاجه كويسه جدا. بس يعني اهم كتاب ساعدك في البي ام بي، هل هو الكتاب الاصلي ولا ريتا ولا؟ هو يعني الكتب كلها بتكمل موضوع الكتاب الاصلي، مش بيكمل المعلومه قوي ولكن هو طبعا مهم. ريتا يمكن فيها معلومه اكبر وبصوره كاملة شوية. في مجموعة مراجع تانية زي هيد فيرست برضو من المراجع الجميلة، برضو عن كده في موضوع اسمه ادويل او حاجة كده، برضو من المراجع اللي كانت كويسة. ففي مجموعة مراجع يمكن انا استعنت بمجموعة مراجع من دي كتير، وانا باخد الشهادة وانا بدي برضو الكورس، وفي المراجع اللي انا عاملها للبي ام بي حاولت اخد يعني من هنا ومن هنا ومن هنا، اخد اميز الحاجات اللي شرحها كل كتاب واجمع الحاجات تمام في الاسئله واحطها في المراجعه. الحمد لله. الحمد لله، ربنا يجزيك كل خير. طب يا استاذ الفاضل، اداره المشروعات هي علم وخبره. طب اكيد الاهم ايه ان الواحد يهتم بقى في الاول، ان هو ياخد العلم ولا ياخد الخبره؟ هو البدايه يعني هو مثلا بي بي يقول لك ان هو لازم يبقى عنده خبره شويه. تمام، فعلا الشخص اللي ما عندوش خبره خالص لما يجي يتعلم مش هيبقى بيقدر يسقط ده على الواقع وعارف ان هو هيستفيد منه بعد كده ايه، فهو محتاج فعلا يبقى عنده خبره شويه قبل ما يتعلم مانجمنت، ولكن بعد كده التطبيق هو اللي هيفيد. يعني هو بعد كده بعد ما يتعلم ويبتدي يطبق ده بقى هيستفيد منه اكتر. تمام، ان انا طبقت الحاجه الفلانيه دي بالطريقه دي فنفعت، لا انما ده ما ينفعش في الحاله دي، انما ده ينفع في حاله ثانيه وهكذا، فيبتدي ياخد الخبره ويعرف الكلام ده بيطبق ازاي مع التجربة ومع التطبيق. تمام، لو واحد بيحب مجال الإدارة وهو لسه متخرج جديد، هل الأول يبدأ في التصميم أو في إن هو ينزل موقع، ولا ينفع يتجه للإدارة على طول؟ هو الكيسز موجودة، يعني في ناس اتجهت للإدارة ونجحت يعني، ولكن يفضل شوية إن هو يعرف الموقع، يعرف طريقة التنفيذ، يعرف هو لما يجي يحط حاجة مانجمنت وكده يعرف هو بيتكلم بيمانج إيه، الدنيا اللي هو هيعملها مانجمنت شكلها عامل ازاي. تمام، فشويه ان هو يحتاج يبقى عنده معلومات عن التنفيذ هتفرق معايا ان هو في المانجمنت. تمام، طيب لو احنا عايزين نتكلم عن ثقافه الاداره مش في المشروعات بس، لا في قطاعات الدوله المختلفه، ازاي ندخل الفكره نفسها على مستوى اكبر على مستوى الدوله
وعلى مستوى الاشخاص نفسهم، يعني الشخص نفسه يبقى عنده فكره الاداره، المسار الاكبر والاصغر. المسار الاكبر والاصغر. هو يعني في كتير من اساتذتنا دايما يقولوا البروجكت مانجمنت او المانجمنت هو لايف ستايل، هو نظام حياه، اسلوب حياه. يعني انت لما بتتعلم مانجمنت بتبتدي تطبق ده في حياتك. انا اعمل حاجه معينه، طب احط لها برنامج، يعني احط لها اعمل لها ريسك مانجمنت، ايه الحاجات المشاكل اللي ممكن تحصل لي وابقى محضر لها نفسي علشان لو حصلت ما تسببليش ان الحاجه اللي انا بعملها دي ما تنجحش. تمام. فا ايه الريسورسز اللي انا محتاجها؟ فالحاجات دي كلها بتفرق في اللايف ستايل بتاعت الواحد، في اسلوب حياته، في تفكيره، في ادارته لحياته، في حله لمشاكله. ده على المستوى الاصغر. المستوى الاكبر طبعا واضح، يعني واضح بقى ان الموضوع على المستوى الاكبر يترتب هيفرق كتير في ان هو يزود استفاده من الموارد اللي موجوده، بحيث ان الموارد الموجوده تعظم الاستفاده بتاعتها. بدل ما انت بتستفيد من نفس المورد بتطلع منه استفاده بنسبه ما بحجم معين، ممكن تطلع منه استفاده اكبر لو حصلت اداره صح. تمام. طيب لو سمحت لي، الفيديك ايه هي؟ الفيديك هي منظمه المهندسين الاستشاريين عاملين زي ستاندرد فورم كده للعقود. تمام. عاملين مجموعه فورمز لاشكال عقود مختلفه. تمام. طيب السؤال اللي بعد كده، هل هي حتى الان في اي تطوير للفيديك بحيث ان هو يبقى ملائم مع البيم؟ اكيد هم بيطوروا باستمرار. هو المفروض ان في فيرجن، كنا متوقعين ان في فيرجن قريب هينزل خلال السنه دي، يمكن السنه خلصت وما نزلش او قربت تخلص يعني ولسه ما نزلش، ف مش عارف لسه هينزل السنه دي او السنه اللي جايه. هم دايما بيطوروا ودايما بيحاولوا ان هو لما بيبقى في حاجه جديده بيتعاملوا معاها، يتعاملوا مع السستينابيلتي والاستدامه والحاجات الجديده دي، بداوا شويه يهتموا بيها. يعني لو دخلت على الفريقه فيهم مهتمين بالموضوع ده، اعتقد ان هو برضه ممكن شويه يهتموا بالبريم والموديلنج والحاجات دي الفتره الجايه في الفيرجن 3. مهتمين بالسستينابيلتي، طب ايه العلاقه بين اداره المشروعات والسستينابيلتي؟ والله برضه هي السستينابيلتي حاجه يعني حاجه جلوبال، يعني حاجه برضو بتفيد في حاجات كتير قوي، يعني بتاثر على حاجات كتير. وفي بعض الدول والمدن العربيه بدات تهتم بالموضوع ده وتعمل مثلا مدينه مهتمه بالجرين بيلدينجز ومهتمه بان هي تحافظ على البيئه، وان هي كمان بدات تحط في القواعد بتاعتها. يعني الامارات بدات تحط خصوصا ابو ظبي بدات تحط في قواعد الانفايرمنت، وبدأت تطبق الكلام ده على المشاريع، ان هو لما يجي سبلاير لماده معينه يبقى مطبق ومهتم بالبيئه ومطلع شهادات معينه. المنشات اللي هم بيعملوها تبتدي برضه تاخد الشهادات دي وتبقى جرين بيلدنجز والليد والحاجات دي. فهي مرتبطه بحاجات كتير، كل الحاجات بترتبط ببعضها. طيب بالنسبه لعلم الاداره، ايه هو الريسك؟ تعريف الريسك هو ايه؟ وهل هو دايما وحش ولا ممكن يكون وحش وممكن يكون حلو؟ الريسك هو عباره عن المخاطر المحتمله، يعني ايه الحاجات اللي محتمل ان هي تحصل للمشروع. سواء كان هم بيسموا البيور ريسك اللي هي الحاجات السيئه، او اللي هو الريسك بقى عموما اللي هو سواء حاجه بوزيتيف او نيجاتيف. تمام. حاجه اوبورتيونيتي، حاجه هتقدر تستفيد منها، او تهديد هيحصل او نيجاتيف امباكت على المشروع. تمام. طيب انا شاكر لحضرتك جدا وقت حضرتك، وشاكر على موضوع المؤتمر دوت، وان شاء الله يعني نتابعه ويكون حاجه موفقه باذن الله، وان شاء الله يعني ان شاء الله ناس كتير تستفاد منه باذن الله. وشكرا لوجود حضرتك في نشر علم الاداره في الوطن العربي، وشكر خاص من بم ارابيا لحضرتك. الف شكر. هو المؤتمر مش هينجح الا بيكم، يعني للناس المحاضرين اللي مشاركين وبالحضور اللي هيحضر وبنشر الناس دي. يعني طبعا الناس دايما تنشر الموضوع لكل حد متخيل ان هو ممكن يستفيد منه عشان يوصل للاستفاده الاكبر عددا ان شاء الله باذن الله. انا هحط ان شاء الله الروابط اسفل الفيديو بحيث ان الناس كلها تستفاد منها وتتابع، وبرده كتاب بتاع حضرتك والروابط بتاعت المدونه بحيث الناس تقدر تتابع وتبقى مع حضرتك على طول باذن الله. ألف شكر. ألف شكر يا باشمهندس محمد. ألف شكر لحضرتك. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. الله يكرمك.